ودلوقتي نروح لمدينة شرم الشيخ مرة تانية نتابع بفعاليات كوب 27 مع زميلنا محمد الشاذلي وهدير أبو زيد. شكرا ليك يا لميا، لسه مستمرين مع حضراتكم وتغطيتنا لفعاليات كوب 27 هنا في شرم الشيخ. خليني اخد حضراتكم دلوقتي ونروح للمنطقة الخضراء اللي موجودة هنا في كوب 27 وكمان منتدى شباب العالم. شباب منتدى شباب العالم المصريين بيعرضوا للعالم التجربة بتاعت منتدى الشباب، الرؤى والأفكار والمبادرات اللي بتخرج عن منتدى شباب العالم خلال جلسات نقاشية بتتم في المنطقة الخضراء في شرم الشيخ. فعاليات كوب 27 مختلفة ومتنوعة وليها أماكن كمان متنوعة، إما في البلو زون أو الجرين زون. الجرين زون هنا في المنطقة الخضراء، الحقيقة أنه الفعاليات بتتنوع وتحديدا الخاصة بمنتدى شباب العالم. منتدى شباب العالم هنا في المسرح الروماني داخل كوب 27 في الجرين زون قرر أنه هو يحكي رحلته ويحكي من ساعة ما بدأ إيه أهدافه وإزاي يقدر يربط فكرة الشباب بالتغيرات المناخية والتحديات المناخية بشكل عام. النهاردة كانت جزء من السيشنز اللي موجودة في كوب 27 والسيشنز اللي موجودة الخاصة بمنتدى شباب العالم هي ان هم حكوا رحلة منتدى شباب العالم وايه المبادرات اللي خرجت من منتدى شباب العالم واللي أثرت على الشباب بشكل مباشر وازاي الشباب كمان يقدر يتعامل مع التحديات المناخية وازاي كمان يقدر ان هو ينفذ الأفكار ومنها الجزء الخاص باليوث انتربرينورشيب او الأفكار الإبداعية والابتكارات الخاصة بالشباب، منها طبعا المبادرة اللي اتكلموا عنها في منتدى شباب العالم النهارده وازاي يقدروا يدعموا الشباب وازاي يقدروا يوعوهم اكتر عن التحديات الخاصه بالتغيرات المناخيه. رصدنا افعالهم ورصدنا كمان ارائهم ورصدنا ازاي افكارهم دي تقدر تتطبق على ارض الواقع. دورنا كسفراء ان احنا ننشر توعيه في اي توبيك او في اي مشكله عامه، وان احنا كده كده ان احنا ننشر التوعيه عن المبادره نفسها، نعرف الناس المبادره وان هي بتقدم فرص عمل للشباب وكل الكلام ده، بس في كوب 27 بالذات ان احنا ننشر توعيه عن الجلوبال ويرمنج او الكلايمت تشينج، ان احنا نعرفهم ان دي مشكله كبيره فعلا بتواجهنا وان احنا ممكن من اصغر حاجه ان انا بس مش هرمي حاجه في الميه وان انا مش هرمي حاجه على الارض واني حواليا اما اشوف حد بيعمل كده اواعينا ده غلط. كل خطوه صغيره من دي بتفرق جدا في المناخ بتاعنا. في مصر الشباب عندهم بوتنشل وعندهم طاقه غريبه مش موجوده في اي بلد تانية ان هم عايزين يعملوا حاجه حتى لو كل حاجه مش مساعدانا، فدي حاجه كويسه لشباب بلد ومبسوطه ان احنا موجودين في كوب بجد ان احنا نقدر ان احنا نعمل نشارك وحتى لو حاجه صغيره ان احنا نساعد المجتمع. انا جاي متطوع مع شباب بلد وجاي اشاركهم في كوب. التطوع بالنسبه لي بقى جزء اساسي من حياتي لان انا كزياد انا دايما لازم عشان اعرف اتعلم لازم احط نفسي في موقف غريب، موقف جديد، حاجه انا مش متعود عليها. فكل ما احط نفسي في موقف الجديد ده انا ما بكون مش متعود عليه بس بتاقلم وبضطر اني اطلع متعلم حاجه. أنا أتذكر في منتدى شباب العالم في نسخته الماضية في النسخة الرابعة كان في جلسة مهمة جدا، جلسة نقاشية حول المناخ والتغيرات المناخية كان اسمها الطريق من جلاسكو إلى شرم الشيخ. طبعا كان سيادة الرئيس مهتم بأنه يكون حاضر هذه الجلسة شخصيا ويعرف مدى إسهامات الشباب في هذا المجال وفي هذا الأمر، وكان فيها متحدثين كتير جدا من دول عديدة طبعا معنيين بهذا الأمر سواء مصريين أو متحدثين من دول أخرى. طبعا بكل تأكيد منصة منتدى شباب العالم عليها تفاعل كبير جدا وبتتعامل بشكل كبير جدا مع كل ما تضع الأمم المتحدة في أجندتها المتعلق طبعا بالتغير المناخي وكيفية حث قادة العالم. الشباب هم من يقومون بحث قادة العالم إلى التحرك سريعا لمواجهة أزمة التغيرات المناخية. صحيح يا شاذلي، ويمكن إحنا على وجه التحديد هنا في كوب 27 هنلاقي أنه من يوم 8 ليوم 18 نوفمبر في 34 جلسة نقاشية للشباب حول قضايا المناخ والتغيرات المناخية ومدى تأثر الشباب، لأن هم الفئة الأكثر تأثرا
الشباب والمرأة والطفل بمسألة التغيرات المناخية. الجلسات دي معمولة لكل زوارنا من شباب العالم علشان يعني يكون في حالة من الوعي بمسألة التغيرات المناخية وضرورة يعني اشتراك الشباب في الحلول المبتكرة للتعامل مع التغيرات المناخية، لأنه ده الحقيقة يعني معظمه بيطلع من مشاريع شبابية وأفكار شبابية بتطرح في مثل هكذا مؤتمرات.